برضو حاجات فيها كلية مزرعتي مملوكة تحت الفراري. هذه كوت ريبورتر بس عاملينها كان سبيشال اديشن من جوا زي ما انه غلطان الفرش حقها مختلف كان شكله جاي اطول شويه كان حتى كمان من الجنوب ان شاء الله زحمه بين الفرامل الكربون سيراميك كبود رياضي وزن خفيف هاي الحاجات الحلوة هذه واو شكلها طالع واحدة من أفلام جيمس بوند مثلا أو من أفلام الفضاء رائع الخطوط حقتها من فوق النحت من تحت الكتف حقها بعدين جاي من فوق ساقط الأي بيلر ضيق الزاوية من تحت المراية مع الكتف شوف كيف نزل من فوق النحت يجي يطلع ثاني مرة والمؤخر حق السيارة قصيرة يشبه الجاكور الاي تايب شوية اللي في السبعينيات بس على شكل أحلى كان ديك سيارة سباقات يعني الطراز الأول حتى محافظين على الستايل القديم الدركسونات زي حق المومو مشوها شبيهة فيها شوف كيف نفس الستايل القديم دبين هو ثلاثة أدراع بس إنه الستايل حق السبعينيات واو تجربة فيها